حل أسئلة أنيونات حمض الكبريتيك في كتاب مندليف بداية من صفحة 88. السؤال رقم 9 بيقول لي جاب معادلتين، الحديد مع الكبريت بيعطي لنا FeS كبريتيت حديد ثنائي، والحديد مع الكلور بيعطي كلوريد حديد ثلاثي. طيب بقى عندي هنا كده الأنيون، طبعا الأنيون بتاعنا هيبقى حديد، الكاتيون هيبقى حديد ثنائي، والأنيون هيبقى كبريتيد ثنائي. هنا الكاتيون هيبقى حديد ثلاثي، والأنيون هيبقى الكلوريد. بيقول لي يمكن التمييز بين الـ A والـ B باستخدام كل مما يأتي معًا. أول حاجة بيقول لي هنا حمض الهيدروكلوريك المخفف. حمض الهيدروكلوريك المخفف لو أنا استخدمته في التمييز ما بين الاتنين دول، هيكشف عن الكبريتيد ويطلع لي غاز الـ H2S، ومش هيتفاعل مع التاني لأن نفس الإيه؟ الآن. يبقى ينفع. حمض الكبريتيك المخفف يستخدم كبديل لحمض الهيدروكلوريك الإيه؟ المخفف، فاللي ده هيعمله ده هيعمل. طيب عندك المية، المية بتدوب كلوريد الحديد الثلاثي وبيبقى محلول لونه أصفر، وما تدوبش كبريتيد الإيه؟ الحديد، فينفع في التمييز. حمض الكبريتوز مش نافع. ليه؟ لأن حمض الكبريتوز حمض أقل ثبات من أقل الأحماض إيه؟ ثبات، فلا هيطرد الكبريتيد ولا يطرد مين؟ الكلوريد، وبالتالي مش هيتفاعل مع الاثنين فما يصلحش في التمييز. السؤال رقم 10 بيقول لي أي من أزواج المحاليل التالية تكون راسب عند خلطها؟ طبعا احنا هنيجي نبص كده، هناخد الأنيون بتاع الأول مع كاتيون التاني، كلوريد المغنيسيوم محلول لأن كل الكلوريدات بتدوب في المية باستثناء كلوريد فضة أحاد زئبق أحاد رصاص إيه؟ ثنائي. طيب نترات الصوديوم الاثنين بيدوبوا، يبقى هنا كده مفيش ايه؟ مفيش رواسب. بيكربونات كل مركباتها بتدوب، وبالتالي بيكربونات الباريوم ديت ايه؟ محلوب. وكلوريد الصوديوم كل مركبات الصوديوم بتدوب، يبقى كده محاليل مفيش ايه؟ رواسب. طيب بالنسبة للنترات، كل النترات بتدوب في المية، وديت نترات ايه؟ أمونيا. وفوسفات الصوديوم برضو كل مركبات الصوديوم بتدوب فين؟ في المية. يبقى أنا هنا بحل السؤال باستخدام المعلومة اللي أنا عارفها، كل مركبات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم والنترات والبيكربونات بتدوب فين؟ في الميه. طيب انا عندي هنا كبريتات مغنيسيوم، هاخد الكبريتات مع الباريوم، فهيبقى ده راسب لونه ايه؟ ابيض، وهو عاوز ده، يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى الاختيار ايه؟ ده. السؤال رقم 11 بيقول لي عند اضافه وفره من حمض الكبريتيك المركز الى ملحين، بيقول لي ملحين، ماشي، ملحين A و B، تصاعد الثلاث مواد مختلفة في صورة غازية. تصاعد ثلاث ايه؟ انواع من الغازات. في حالة الملح ايه؟ مين اللي بيطلع ثلاث غازات؟ البروميد واليوديك. ليه؟ لان لما بستخدم حمض الكبريتيك اللي هو ال H2SO4 وبكشف عن انيون البروميد مثلا اللي هو كان موجود في ال NABR مثلا، يعني هيعطي لنا 2HBr زائد Na2SO4، وقلنا ده هو بيحصل له عملية ايه؟ أكسدة جزئية بواسطة ال H2SO4، ويعطي لنا Br2 و H2O وغاز كمان اللي هو ال SO2، يبقى ده غاز 2-3، والكلام ده اتكرر تاني في حالة برضو مين؟ اليود. لذلك هتلاقي كل اللي موجود عندك بروميد يوديد، بروميد يوديد، ده في حاله الملح ان هو ايه. وبعدين هو ما بيقليش الملح بيدوب في الميه ولا ما بيدوبش، فانا دول كده مش هعرف استبعد منهم حاجه دلوقتي. ولم تتصاعد اي غازات في حاله الملح ايه؟ بي. اذا حمض الكبريتيك المركز مش هيطرد ده على هيئه ايه؟ غاز. طب انا لو ضفته هنا في حاله البيكربونات هيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون، ولو ضفته في حاله الكلوريد هيطلع لي ال HCl. في حالة الكبريتات مش هيعمل حاجة. ليه؟ لأن حمض الكبريتيك H2SO4 مع CaSO4 نفس الأنيون، فما فيش غازات، وبالتالي هي ديت اللي احنا هنختارها. يبقى أنا كده هختار له الاختيار إيه؟ جي. في حالة الكربونات طبعا بيطلع غاز ثاني أكسيد الإيه؟ الكربون، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار جي. السؤال رقم 12 بيقول لي عند تعريض ورقة مبللة بمحلول مين؟ النشا،
النشا كشفت في المنهج عن حاجتين. النشا كشف في المنهج عن مين؟ حاجتين: أبخرة البروم البرتقالية وأبخرة اليود البنفسجي. أبخرة البروم البرتقالية بتصفر ورقة الإيه؟ النشا، وأبخرة اليود البنفسجية بتزرق ورقة النشا. طالما قال لي نشا فأنا عرفت دول. أقول لي عند تعريض ورقة مبللة بمحلول النشا للأبخرة المتصاعدة من تفاعلين كيميائيين A و B، تحول لون ورقة النشا إلى اللون الأزرق في التفاعل A. أزرق في A، يبقى ده كان في A يود عشان يطلع أبخرة اليود الإيه؟ بنفسجي. واللون الأصفر في التفاعل B، يبقى ده أنت عندك كده أنيون مين؟ البروميد. أيا مما يلي صحيح. تفاعل A و B بيمثل تجربة أساسية للكشف عن اليوديد والبروميد على الترتيب. أدا يوديد، أدا بروميد على الترتيب. تمام يا جماعة كده؟ طيب تعالى بقى حضرتك شوف الباقي. طبعا ده ما بيمثلش تجربة تأكيدية، لأن النشا استخدمناها في الكشف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النشا استخدمناها في الكشف عن أبخرة البروم وأبخرة اليود، ودي طالعة من الكشف باستخدام حمض مين؟ الكبريتي، ودي تجربة أساسية. طبعًا هي تجربة تأكيدية، تجربة تأكيدية؟ غلط. سؤال رقم 13، بقول أي من العبارات الآتية ها غير إيه؟ صحيح. عند الكشف عن أنيون الكربونات باستخدام حمض الكبريتيك المخفف. انا قلت حمض الكبريتيك المخفف يستخدم كبديل لحمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو كان كاشف ايه اساس. طيب انت رايح تكشف عن انيون الكربونات، فيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير الرائق لفتره قصيره. يعني ده لو احنا حطيناه مع ماء الجير اللي هو سي اي او اتش باي 2 وقلنا شورت تايم، المفروض ان هيتكون عندي سي اي سي او 3، وده راسب اسمه راسب كربونات مين؟ الكالسيوم، وده بيكون راسب لونه ابيض. بعد كده بيزول التعكير، لان بعد فتره بيدوب ده هو في الماء المذاب به ثاني اكسيد الايه؟ الكربون، وبيعطلنا بيكربونات الكالسيوم اللي هو سي اي اتش سي او 3 باي 2. قال لي بيتكون حمض غير ثابت. خلي بالك، بيتكون حمض غير ثابت يقصد بيه حمض الايه؟ الكربونيك اللي هو سريع الانحلال. هو بيتكون في الخطوه الاولانيه وبينحل بسرعه الى ميه وثاني اكسيد ايه؟ كربون. ماشي، يبقى ده صح. انا بدور على مين؟ الغير صحيح. يتكون محلول ملح الحمض الكربونيك، بيتكون ايه؟ ها، يتكون ايه؟ محلول ملح لحمض الكربونيك، يعني هيتكون محلول ملح كربونات الكالسيوم. ماشي، طيب ده في النهايه خالص، هو ما قالش فتره طويله ولا فتره قصيره. هو انا في النهايه المفروض ان الراسب اللي هيتكون هيدوب بعد كده ويكون محلول ملح اللي هو محلول ملح بيكربونات الايه؟ الكالسيوم. يتصاعد غاز عديم اللون اللي هو مين؟ ثاني اكسيد الكربون. تمام كده؟ شوف بقى هنا بقول ايه؟ يتكون محلول ملح الحمض الكبريتيك، بيتكون محلول ملح لحمض الكبريتيك. تعالى بقى حضرتك شوف كده التجربه بتاعتك من الاول خالص عشان نستبعد الاجابه اللي ايه؟ نشوف الاجابه الغير صحيحه. هو بيقول لي حمض كبريتيك هو H2SO4 وده مخفف، هروح مفعله مع مين؟ مع محلول ملح كربونات، هكشف عن ال Na2CO3، فالمفروض هيتكون عندي H2CO3، وقلنا ده بينحل ال H2O و CO2 زائد Na2SO4 ال Na2SO4، يبقى ده محلول ملح لحمض الكبريتيك، ده محلول الكون، يبقى ده متكون. خلاص كده؟ طيب انا هختار له بقى هنا اهو، طبعا اتكون حمض غير ثابت، الحمض الغير ثابت اللي هو حمض من الكربونيك، ويتصاعد غاز عدم اللون اللي هو ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. يبقى انا هختار له يتكون محلول ملح الحمض الكربونيك. ليه؟ لان هو هنا كده يقصد الفتره الايه؟ القصيره. خلاص، يبقى هنا يوصل الفترة القصيرة، مش هيبقى كله. محلول اكس يحتوي على نوعين من الانيونات، محلول اكس بيحتوي على نوعين من الانيونات.
عند تفاعله مع البي اي سي ال 2 تكون راسب ابيض. طيب هو البي اي سي ال 2 كان بيكشف عن مين؟ البي اي سي ال 2 كان بيكشف عن الفوسفات والكبريتات، وفي الحالتين بيكون راسب ايه؟ ابيض. طيب وعند اضافه حمض النيتريك، حمض النيتريك بيدوب راسب الفوسفات وما بيدوبش راسب مين؟ الكبريتات. نقصت كتله الراسب فتكون الانيونات بتاعتي في المحلول طبعا هتبقى كبريتات وايه؟ وفوسفات. اي الاملاح التاليه لا يتصاعد منها غاز؟ اي الاملاح التاليه لا يتصاعد منها غاز عند اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف او حمض الكبريتيك المخفف اليه؟ طبعا حمض الهيدروكلوريك المخفف وحمض الكبريتيك المخفف بيكشفوا عن الانيونات بتاعت المجموعه الاولانيه اللي هي مين؟ الكبريتيت والبيكربونات والكبريتيت. خلاص؟ فهو بيقول لي لا يتصاعد منها غاز. يبقى مين؟ النترات. يبقى لا يتصاعد غاز في حاله مين؟ النترات. سؤال رقم 16. عليكم السلام. أي من أزواج المركبات التالية بيغير لون ثاني كرومات؟ خلي بالك السؤال ده سؤال مهم جدا. هنا بيقول يغير ولا لا يغير؟ يغير. طالما بيغير يبقى قابل لمين؟ للأكسدة. وإحنا قلنا ثاني كرومات البوتاسيوم مادة إيه؟ مؤكسدة. لما بتشتغل بتحول لونها منين؟ من البرتقال للون أهو الأخضر. وطالما هي مادة مؤكسدة يبقى يحدث لها ها؟ اختزال. طالما هي ماده مؤكسده يحدث لها ايه؟ اختزال. بيقول لي بيغير لون ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه من اللون البرتقالي للون هو الاخضر عند اضافته ليه كلا على حد. مين اللي هيغير؟ طبعا انت عاوز تشوف زوج هيغير. تعال بقى بص كده، كبريتات حديد ثلاثه لا يتاكسد، حديد الثلاثي ما بيتاكسدش، يبقى كده الاولى دي خلاص استبعدها وجين فيها كبريتات حديد ثلاثه. طيب كبريتات حديد اثنين بيتاكسد لكبريتات حديد ثلاثيه، لان انت عارف ان كبريتات الحديد الثلاثه بتبقى اكثر استقرارا من كبريتات حديد ايه؟ اثنين، فاثنين يروح لثلاثه. طب والنيتريت بيتاكسد ويروح لنترات، يبقى هي دي. طب هنا النترات ما بتتاكسدش. شوف اللي بعده. اكس واي ملحين للصوديوم. عند تفاعل محلول كل منهما على حده مع محلول نترات الفضه، ونترات الفضه كشف عن كام انيون؟ سته. كشف عن الكبريتيد والكبريتيت وكلوريد بروميد ويوديد فوسفات. طيب بيقول لي هنا تكونت راس يذوب راسب الملح اكس في محلول الامونيا. مين اللي كان بيدوب في محلول الامونيا؟ الكلوريد بيدوب بسرعه والبروميد بيدوب ايه؟ ببطء، والفوسفات بيدوب. طب مين اللي ما كانش بيدوب؟ اللي ما كانش بيدوب اليوديد. ماشي. ولا يذوب الراسب المتكون من الملح ايه؟ واي. اذا واي هيبقى ايه يا جماعه؟ يود. ماشي؟ هيبقى الواي يوديد، بس مش يوديد فض، لان هو عاوز الملحين اللي انا كنت بكشف عنهم، مش الراسب اللي اتكون. ماشي؟ فهيبقى يوديد. فين اليوديد؟ اهو. طب ليه ما اخترتش الاولانيه؟ لانه هو عاوز مين؟ الملح اللي انت دوبته في الميه وعملت منه محلول وكشفت عنه اهو. بقول لي عند تفاعل محلول كل منهما، يبقى انت عاوز تعمل محلول. طيب انت عارف ان يوديد الفضه بيبقى ايه؟ راس، ما ينفعش يعمل مين؟ محلول. فانت هتختار له يوديد الايه؟ الصوديوم اللي موجود فيه. سؤال رقم 18. بقول لي عند اضافه نترات الفضه، هيلزق بقى في نترات الفضة إلى محلولين، أهو محلولين، محلولين للملح إكس والملح إيه؟ واي. تكون راسب أبيض في كل منهم. الرواسب البيضاء اتكونت مع مين؟ مع الكبريتيت وكان بيسود بالتسخين، ومع الكلوريد وكان بيدوب في محلول الإيه؟ النشاط. طيب
وعند إضافة حمض النيتريك إلى الرواسب الناتجة اختفى الرواسب في حالة محلول الملح مين؟ واي، وظل كما هو في حالة محلول الملح اكس، فإن الملحين. طب احنا قلنا الرواسبين البيض هيبقوا مين ومين؟ كبريتيت وكلوريد. طيب أنا عندي هنا كبريتات، ما بنكشفش عن الكبريتات خلاص؟ عندي هنا الكبريتيت بيعطي رواسب أسود، ماشي كده؟ طيب عندي هنا ده بيعطي أبيض إيه؟ أبيض مسفر مش أبيض، هنختار له الاتنين دول اللي هو مين ومين؟ الكلوريد والكبريتيت. لو رجعت الكلام في أول السؤال خالص قلت لك طالما رواسب لونها أبيض هيبقى مين ومين؟ الكبريتيت والكلوريد. شوف يا باشا كده ركز، قلت لك هيلزق في نقرات الايه؟ الفضه، ده 6 انيونات والاسئله فيهم كتير. هنا بقى بيقول لك ايه؟ ادا اي جي ان او 3 عطلنا رواسب اسود، يبقى اي جي 2 اس، والملح بتاعنا ده كان هيبقى مثلا ان اي 2 اس او المحلول بتاع الملح. هنا عطى رواسب ابيض ايه؟ مسفر، هيبقى مين؟ اي جي بي ار، وده هيبقى ان اي بي ار. طيب هنا عطلنا رواسب ايه؟ اصفر، ماله؟ يبقى ده مين؟ اي جي اي، ده الرواسب. طب والملح؟ ان اي ار. طيب هنا عطى رواسب ايه؟ ابيض بس ماله؟ اسود بالتسخين، يبقى ده مين؟ اس او 3 سالب 2 اللي هو هيبقى الملح Na2SO3، وده الرواسب هيبقى Ag2SO3. انا كده عملت ايه؟ انا كتبت كل حاجه قبل ما نبص على الاختيار. فبيقول لي بقى هنا ايه؟ فاي العبارات الاتيه ايه؟ صحيح. تعال بص بقى يا باشا، الدي والبي، هذا الدي وده مين؟ البي، يقعان في مجموعه تحليليه واحده. لا، ده كان في مجموعة ال H2SO4 وده في مجموعة مين؟ HCl المخفف، يبقى مش نافع. السي فين السي؟ اهو مشتق من حمض أكثر ثباتا من ال HCl. لا، ده ال HCl هو اللي أكثر إيه؟ يعني لو كان قال ديت أقل كنا قلنا ومال. طيب هنا ال A وال D، أدا ال A اللي هو مين؟ ال U، وال D اللي هو مين؟ البرومين، يقعان في مجموعة تحليلية واحدة، أيوة اللي هي مجموعة مين؟ H2SO4. الأنيون بي غير قابل للأكسدة؟ لا، الكبريتيت بيتأكسد ويعطي إيه؟ كبريتات، يبقى قابل لمين؟ للأكسدة. سؤال 20 بيقول لي هنا إيه؟ يتكون NO2، طبعًا أنت عارف ده إن هو لونه بيبقى إيه؟ بني محمر. بيتكون في حالة مين؟ في حالة التجربة الأساسية للكشف عن النيتريت عند فوهة الأنبوب، وبتكون مباشرة في الكشف عن النترات باستخدام حمض الإيه؟ الكبريتيت. فهنا بيقول لي بتكون في الحالات الآتية ما عدا انحلال حمض النيتريك. لو كتبت معادلة انحلال حمض النيتريك هتلاقيها كده، HNO3 بينحل بالحرارة عند درجة حرارة أعلى من 100 وبيعطلنا مية وثاني أكسيد نيتروجين واكسجين، يبقى بتكمل انحلال حمض النيتروز. لا، حمض النيتروز لما بينحل بيعطينا اكسيد نيتريك، وبعد كده اكسيد النيتريك ده بيتاكسد عند فوهه الايه؟ الانبوب، فتسيبه على جنب كده. تاكسد اكسيد النيتريك، احنا قلنا اكسيد النيتريك اللي هو 2 NO لما بيتفاعل مع الO2 بيعطينا 2 NO2، تمام. تفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز، ايوه، يبقى كله ما عدا مين يا شباب؟ ده ليه؟ لان هو بيعطي اكسيد نيتريك وبعد كده بتاكسد عند فوهه الايه؟ الانبوب. هو طبعا ما قاليش بقى انحلال حمض النيتروس ثم تاكسد الناتج، خلاص، لان تاكسد الناتج جاي لوحدها. بص على السؤال ده كده وركز معاه. هنا جايب حمض كبريتيك ايه؟ مركز، وبيمرر تيار من غاز مين؟ ال HR. نكتب المعادلة، وحضرتك لو جبت ال HI وفعلته مع ال H2SO4 بيتأكسد وبيعطلنا 2 مول مية وثاني أكسيد كبريت
وأبخرة اليود الإيه؟ بنفسجية. تمام، هيعطلنا إيه وبي وسي. أنا بقى مش عارف إيه وبي وسي مين دلوقتي إلا ما أقرأ أشوفه أعمل إيه. واللي في الجهاز المباين تم إمرار تيار من غاز يوليد الإيه؟ الهيدروجين في حمض الكبريتيك المركز مع التسخين الهين، وتم تقريب ثلاث ورقات مبللة بمحاليل مختلفة. الورقة إيه مبللة بمحلول الإيه؟ النشا. فيحصل لها إيه؟ هتصفر بواسطة مين؟ اليو. طيب الورقة بي مبللة بالكي ام ان او 4، طبعا الاس او 2 ديت مادة بتعمل يحصل لها عملية ايه؟ اكسدة بواسطة العاملين المؤكسدين دول. نعم اه صح، بتزرق. يبقى تزرق صح، برافو عليك. اللي بتصفر ديت البرومين. شكرا. ها هنا الكي ام ان او 4 هيحصل لها ايه؟ هيزول مين؟ اللون. طب والكي 2 سي ار 2 او 7 هتحول من لونه البرتقالي للون هو الاخضر. طبعا هو عاوز يشوف ايه اللي حصل. الورقه ايه هتتحول للون هو الازرق، كنا هنعرفها لوحدها. يبقى احنا هنشيل دي ونشيل دي. الورقه بي ايه اللي هيحصل لها؟ هيزول مين؟ اللون. يزول اللون، يزول اللون، ماشي. الورقه سي هتحول من البرتقالي لايه؟ يبقى يتحول لونها للون هو الاخضر، يتحول لونها للون الاخضر، فيبقى الاختيار بتاعنا الاختيار ب. السؤال اللي بعده، بتكون سحب بيضاء. قول له بس السحب البيضاء دي اتكونت مره واحده في الباب لما جبنا مين؟ HCl مع محلول مين؟ النشادر اللي هو NH3، فيتكون عندي NH4Cl. ديت السحب الايه؟ البيضاء. للغاز المتصاعد من تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع ملح ماء. ملح ايه؟ ماء. الملح ده لازم يبقى فيه ايه؟ كلوريد. اعتقد ان الملح ممكن يبقى كلوريد صوديوم. ماشي. هذا الملح يعطي محلوله مع محلول نترات الفضه. طبعا طالما كلوريد مع نترات الفضه بيتراسب لونه ايه؟ ابيض، بيتحول لبنفسجي في ضوء الايه؟ الشمس، وبعد كده كمان بيدوب بسرعه في محلول الايه؟ النشاد. يبقى ابيض مصفر ديت سيبك منه. ابيض ما بيدوبش في النشادر؟ لا، هو ابيض بايه؟ بيدوب. ابيض بيدوب في محلول النشادر الايه؟ المركز. ايه اللي بعده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول لك ايه؟ يمكن التمييز بين ملحين، بروميد صوديوم وبروميد فضه. ده هو بيدوب في الماء ويكون محلول، ده هو راسب يبقى لا يذوب. بيقول لي دون استخدام كاشف. انا قلت لك قبل كده طالما قال لي ازاي تميز بدون كاشف يبقى دماغك تروح للميه او التسخين، فطبعا دماغنا هنا هتروح للميه على طول. بيقول لك الميه، يبقى ذوبان في الايه؟ في الماء. الاولاني يذوب والتاني لا يذوب. ايه اللي بعده؟ أي المواد التالية يمكن أن تفصل مخلوط من الراسبين دول؟ لما تيجي تفصل مخلوط من رواسب يبقى تدوب واحد وتسيب التاني، ماشي؟ طيب أنت عندك الـ AGI لا يذوب في محلول الإيه؟ النشاف. والـ AGPR بيدوب، يبقى إحنا كده نستخدم مين؟ محلول النشاف، يدوب واحد ويسيب التاني. هيدوب مين؟ هيدوب الاي جي بي ار ويسيب لي الاي جي ار. خلاص يا جماعه كده؟ يبقى محلول الايه؟ النشاط. ايه اللي بعد منه؟ في التفاعل الاتي عند تعريض ورقه مبلله بمحلول النشا، لوحظ تحولها للون الايه؟ الاصفر. يبقى ديت ابخره، ايوه ابخره البروم الايه؟ البرتقالي. وده هو هيبقى 2 اتش بي ار. تمام. وعشان قلنا لون اصفر، مين اللي بيصفر او بيحولها؟ ايوه، يبقى ابخره البروم البرتقاليه بتصفر ورقه الايه؟ النشا. فالراجل بيقول الاكس 2 عباره عن ابخره بروم بنفسجي، هي ابخره بروم برتقالي. غاز الاس 2 هو المسؤول عن الاصفرار. لا، اللي مسؤول عن الاصفرار الاكس 2 اللي هو مين؟ البي ار 2. الاكس 2 عباره عن ابخره اليود البرتقالي. لا، ابخره اليود كان بيبقى لونها ايه؟ بنفسجي. وطبعا هي بتزرق مش بتصفر، ماشي؟
يبقى نختار له الاختيار ده وخلاص. الغاز اتش اكس اللي هو الاتش بي ار عند ذوبانه في الماء هيعطي محلول بيحمر دليل عباد الايه؟ الشمس، لانه هيعطي حمض اللي هو حمض الهيدرو بروميك. يمكن استخدام ورقة مبللة بمحلول مين؟ النشا للتمييز بالناتج، اضافة حمض الكبريتيك المركز لكل مما يلي مع يوديد الهيدروجين وبروميد الهيدروجين. الاولى بتعمل ايه؟ بتطلع ابخره، ها، بتصفر بتزرق، والثانيه ابخره بت ايه؟ بتصفر ورقه النشا. يوديد الهيدروجين وكلوريد الهيدروجين، ده ما بتاكسدش وده هيطلع ابخره اليود اللي هي الايه؟ البنفسجيه. كلوريد الهيدروجين وبروميد الايه؟ الهيدروجين، نفس الكلام، ابخره بروم برتقاليه هتصفر ورقه النشا وده مش عامل حاجه. كلوريد الهيدروجين وثاني اكسيد الكبريت الاثنين مش بيأثروا، فهنختار له ده. ماشي يا جماعه كده؟ ادرس شكل اللي قدام. صلى على النبي صلى. هنا ابخره ايه؟ ابخره بنفسجيه. يبقى ابخره مين اللي هتخلي ورقه النشا لونها بنفسجي؟ ابخره اليود البنفسجيه بتصفق بتزرق ورقه الايه؟ النشا. يبقى ديت ابخره اليود. يبقى الملح اكس كان فيه ايه؟ يود، وليكن مثلا ان اي ار. طيب هنا لما اضيف له محلول النشادر هيعطي لنا مين؟ اي جي اي اللي هو يوديد الايه؟ الفب. الراسب بيدوب في محلول الامونيا. لا، احنا قلنا الرواسب اللي بتدوب في محلول الامونيا مين؟ الكلوريد والبروميد والفوسفات. يوديد ما يدوبش، يبقى هو بيقول لي هنا يذوب. اقول له لا، الابخره بتاعتنا بتصفر ورقه النشا. احنا قلنا ابخره اليود البنفسجيه بتعمل ايه؟ تزرق ورقه النشا. طيب المحلول اكس، محلول اكس بيدوب في محلول او بيدوب في الاتش سي ال المخفف، هو بيدوب في الميه صح؟ واللي يدوب في الميه يدوب في الاحماض الايه؟ المخفف. تمام. الانيون اكس، انيون اكس هو اليوديد، الملح اكس بيدوب في اتش سي ال المخفف. ماشي، وانيون اكس هو اليودي. الله، جميل. الملح اكس اللي هو يوديد الصوديوم يذوب في اتش سي ال لا يذوب، هو عاوز الصح. ماشي، ده لا يذوب، وده الانيون اكس هو اليودي. ليه مش هيدوب؟ لان الاتش سي ال والاي نفس الايه؟ نفس المجموعه من حيث مين؟ الثبات. فيبقى الاختيار بتاعنا دهل. ماشي، يبقى هو مش هيدوب عشان الاتش سي ال نفس الايه؟ المجموعه. اللي بعده، كلمه هنا يدوب بمعنى يتفاعل. ادرس الجدول التالي اللي هو الكاشف بتاعنا ملح صلب زائد H2SO4، تصاعد غاز في حالة الاكس وتصاعد غاز في حالة مين؟ الو. طيب هو ده كان بيكشف عن مين ال H2SO4؟ كلوريد برومين يوديد نترات. يبقى انت دلوقتي بقى قدامك احتمالات، كلوريد برومين يوديد نترات، والاربعة ممكن يطلعوا غاز. طيب محلول الملح زائد AgNO3 قال لي يتكون راسب AgX، حلو، وهنا بتكون راسب AgY، يبقى انا هستبعد مين؟ النترات، ويبقى عندي الكوريد والبروميد والايه؟ واليودي. اقرا السطر كده عشان نستبعد كمان واحد. يلا بيقول لي اذا علمت ان الانيونين اكس وواي هي انيونات احماض متوسطه الايه؟ الثبات. طيب يبقى انا كده لسه برضو ما استبعدتش حاجه، يعني السطر ده لما قراته ما خلانيش استبعد حاجه، هما كلوريد بروميد ايه؟ يودي. فبيقول لي الانيون واي يحتمل ان يكون كلورين، ممكن يبقى كلورين، والراسب اي جي واي يبقى راسب ابيض نسفير. هو بيقول لي واي هيبقى كلوريد، فالمفروض الراسب بتاعه ابيض بس، يبقى مسفير ده غلط. شوف اللي بعده، الانيون واي يحتمل انه يكون يوديد، حلو، وطالما يوديد يبقى الاي جي واي الاي جي اي المفروض يعني يبقى راسب ايه؟ اصفر.
يبقى دي برضو غلط. الانيون اكس ممكن يبقى كلور، حلو. والكلور الراسب بتاعه ايه؟ ابي مش اصفر، يبقى كده نختار له الاختيار نو ده. الانيون اكس يحتمل ان يكون مين؟ يود، واليود الرسب بتاعه ايه؟ اصفر. سؤال رقم 29 بيقول لي ملح صلب و H2 SO4، هنا طلع غاز وهنا برضو طلع ايه؟ غاز، حلو. وهنا برضو تصاعد مين؟ غاز. يبقى كده طلع 3 غازات اهو، تمام. بص بقى معايا، خلي بالك ان ده ملح ايه؟ ثنائي، يبقى لا كلوريد ولا برومين ولا يودي ولا فوسفات، لان الفوسفات ثلاثي. طيب طالما ثنائي يبقى فيه حالتين، يا اما كبريتيد والراسب بتاعه يطلع اسود، يا اما كبريتيد والراسب يطلع ابيض اسود بالايه؟ بالتسخين، تمام، عشان بس الراسب اللي تحت دي. فبيقول لي الانيون اكس، الانيون اكس ممكن يبقى كلوريد بروميد يودي، والانيون زد نفس الكلام ممكن يبقى كلوريد بروميد ايه؟ يودي. اما اللي في النص ده قلنا ليه احتمالين، يا اما ايه؟ كبريتيد يا كبريتيد. فبيقول لك الانيون اكس يحتمل ان يكون كربونات. لا طبعا، لان الكربونات ثنائي والانيون عندي ايه؟ احاد، والبوتاسيوم احاد واللي جنبه ايه؟ احاد. يبقى الاولى ديت طلعت اوت. الانيون اكس ممكن يبقى كلورين، صح. والانيون واي يحتمل ان يكون ايه؟ بيكربونات. بيكربونات ما بتكونش رواس. ها البيكربونات لا احادي، يبقى استبعد. وما بيكونش برضو ايه؟ رواس، يبقى كده استبعدنا دي. الانيون واي يحتمل ان يكون كاب اهو، والانيون زد يحتمل ان يكون كلوريد. ديت صح. شوف الاخيره بقى ايه اللي غلط فيها. ها الانيون اكس يحتمل ان يكون ايه؟ يوديد. اكس في اهو ممكن يبقى يودين، والانيون زد بيكربونات. احنا مستبعدين ان البيكربونات، لان البيكربونات ما بتكونش ايه؟ استنى، اوه ده ايه ده؟ ده ايه؟ محلول، ما هو ما بيكونش راسب كده. ها زد ما ينفعش يبقى كلوريد، نغير اجابتنا تاني. ها ده ايه ده؟ اقويس، ماشي. ها يبقى انا عاوز حاجه ما تكونش ايه؟ راس. حاجه ما تكونش راس، يبقى انا ارجع ايه؟ اقول لها انا اسف. ها احنا هنقول ديت ايه؟ شيل دي خالص كده، بس كده. لذلك احنا لازم نقرا الاجابات للايه؟ للاخر، ونخلي بالنا من الحتت الصغيره دي. شفت السؤال ده؟ ده ايه ده؟ راس. وده ايه؟ وده ايه؟ يبقى انت عاوز حاجه ما تكونش ايه؟ راسب. ما تكونش راسب، يبقى انت تدور على الزد ده اهو. الزد هنا ايه؟ بيكربونات. تمشي، ماشي يا جماعه كده. طيب الزد هنا ما ينفعش ايه؟ كلوريد، لان الكلوريد بيكون راسب مع نترات الايه؟ الفضه. يبقى الاختيار بتاعنا يبقى الاختيار نو ده، دي صح. ماشي. عند قيام احد الطلاب باجراء تجربه الحلقه الايه؟ البنيه، اتبع الخطوات التاليه. شوف بقى كده الخطوات عشان نشوف الخطأ عملوا فيه. وضع محلول نترات البوتاسيوم داخل انبوبه الاختبار، ماشي يا حاج، الخطوه دي مفيش فيها مشكله. اضاف كميه من كبريتات حديد 2 تم تحضيرها من عده شهور، ده الخطا الاولاني، لان المفروض تبقى حديثه الايه؟ التحضير. اضاف قطرات من حمض كبريتيك مخفف، المفروض الحمض الكبريتيك اللي احنا بنستخدمه حمض كبريتيك ايه؟ مركز، على الجدار الداخلي للانبوبه بحرص. يبقى الاخطاء موجوده فين؟ في بقى وايه؟ وجي. الف صح، دي صح، فالاثنين دول هيبقوا غلط. وانت هتختار له وي بقى، ديت هتبقى بقى وايه؟ وجي. السؤال اللي بعد منه، 3 انابيب اختبار بها 3 رواسب اكس واي زد، كتلة كل منها 5 جرام، اضيف لكل انبوبة على حدة محلول النشادر الايه؟ المركب.
وبعد مرور دقيقتين تم ترشيح كل محلول وقياس كتلته. يبقى احنا قعدنا دقيقتين وكشفنا عن كتل الرواسب اللي متكونه عنه. وجد ان وقياس كتله الرواسب ان وجدت وكانت النتائج هي اختفاء الرواسب اكس. اكس اختفى، اللي اختفى ده يبقى ده بايه؟ بسرعه، يبقى كلورين. واصبحت كتله الرواسب واي 2.5 جرام، يبقى احنا قلنا اكس ده هيبقى ايه؟ كلورين. واللي دب ببطء واتبقى منه جزء ده هيبقى مين؟ برومين. واللي هيفضل زي ما هو يبقى مين؟ يوديد. يبقى الثلاث رواسب بتوعنا كلوريد فضه، بروميد فضه، يوديد ايه؟ فضه. يبقى الرواسب اكس قلنا ايه؟ كلوريد فضه. اهو اهو، استبعد ده واستبعد ده. طيب واي هيبقى مين؟ بروميد. يبقى استبعد ده، اشتغل على ده، والاخير هيبقى مين؟ يودي. اللي بعده بيقول عند اضافه حمض كبريتيك المركز الساخن الى ملحين من الاملاح الصلبه A و B، ده طبعا كشف ايه؟ اساس. كلا على حد لم يحدث تفاعل في حاله الاي، ما حصلش تفاعل في حاله مين؟ الاي. يبقى ده لا كلوريد ولا بروميد ولا يوديد ولا نترو. ينفع كبريتات، ينفع فوسفات، ينفع كبريتات اللي في الاخر. الكربونات طبعا في المجموعه اللي هي اقل ايه؟ ثبات، مجموعه ال HCl، فيكشف عنها ال HCl وال H2SO4. هو بيقول ما حصلش تفاعل في الحاله الايه؟ الاولانيه. تمام. وتصاعد غاز وتكون راسب، خلي بالك تصاعد ايه؟ غاز، وتكون راسب في حاله الملح ايه؟ بي. وما اتكلمش بقى على ايه؟ بيقول لي لون الراسب هيبقى ايه؟ طيب هنا في حاله الكبريتيت بيتصاعد غاز بس اللي هو غاز مين؟ ال SO2. طب في حاله الثيو كبريتات بيتصاعد مين؟ غاز ال SO2 ويتكون راسب لونه ايه؟ اصفر اللي هو الكبريت. يبقى ديت كده ايه؟ صح. طب الاخيره غلط ليه؟ عشان الراسب طبعا ديت احنا قلنا الانيون بتاع الملح بيه هيحصل، مش هيحصل تفاعل مع حمض الكبريتيك. هنا هيتكون غاز وهيتصاعد مين؟ هيتكون غاز وهيتكون راسب، او تصاعد غاز وتكون ايه؟ راسب، بس الراسب مش ايه؟ يبقى الاختيار بتاعنا زي ما قلنا مين؟ باقي. عند امرار الغاز اكس، امرار مين؟ في محلول نترات الفضه يتكون راسب لونه ابيض. طيب غاز اكس في نترات الفضه كون لي راسب لونه ابيض. راسب لونه الابيض اللي اتكون مع نترات الفضه كان بيبقى ايه او ايه؟ كلوريد ممكن، وممكن ايه؟ كبريتيت. ماشي، يا كلوريد يا ايه؟ يا كبريتيت. ماشي كده، كمل بقى. وعند امرار الغاز واي في المحلول المحتوي على الراسب، لما همرر الغاز واي ده غاز تاني في المحلول اللي فيه الراسب يختفي الراسب، يبقى ده غاز مين؟ النشاط. اهو مش غاز، مش الراسب اللي هو الاي جي سي ال، راسب لونه ابيض بيدوب في محلول النشادر. يبقى انت عندك اتش سي ال، ها، ومحلول مين؟ النشاط. والراسب هيبقى مين؟ الاي جي سي ال. يبقى الاختيار بتاعنا هيبقى مين؟ الف. سؤال 34، اخر سؤال في حلقه اليوم، بيقول لي تم اضافه محلول كبريتات حديد 2 المحضره حديثه. يبقى انت كده رايح تعمل تجربه الحلقه الايه؟ البنيه. الى 2 مول من محلول نترات الصوديوم، ثم اضافه قطرات من حمض الكبريتيك نوع مركز، ولم تتكون حلقة بنية. ما تكونش حلقة ايه؟ الراجل جايب كبريتات حديد ثنائية حديثة التحضير وحاطط حمض كبريتيك ايه؟ مركز، يعني عامل خطوات صح، ما تكونش حلقة بنية ليه؟ قال لي هنا السبب المحتمل لذلك هو استخدام 8 مول من محلول كبريتات حديد 2 المحضرة حديثة. يعني استخدم 8 مول من كبريتات حديد 2 المحضرة حديثا، يعني أكتر من اللازم. فانت المفروض تروح تكتب المعادلة وتشوف ايه اللي فيه. انت كان عندك 2 مول
من ال N ايه؟ NO 3 زائد 6 مول من ال F ايه؟ SO 4 زائد كان عندك 4 مول من حمض كبريتيك H2SO4، فالمفروض كان بيتكون عندنا بقى نكمل بقية المعادلة. طيب انت عندك كده المتفاعلات اهو، المفروض ان انت لو جبت 2 مول من ده محتاج له هنا ايه؟ 6 مول عشان تكون النتائج، وهيطلع عندك اكسيد النيتريك اللي ترجع تفاعله مع مين؟ مع ال FeSO4 عشان يكون له مركب الحلقة البنية اللي هو ال FeSO4. NO. فالراجل بيقول لي انت استخدمت 8 مول من محلول كبريتات حديد 2، دي ملهاش علاقة. الله يبارك. استخدام 5 مول من كبريتات حديد 2 المحضرة حديثا. انت كده لو استخدمت 5 اقل. ماشي. إضافة قطرات من حمض الكبريتيك المركز على السطح الداخلي للأنبوبة بحرص، هي لو بحرص كانت الحلقة اتكونت. ماشي؟ هنا بيقول لي بقى عدم استخدام مين؟ اللهب، وعدم مين؟ رج محتويات الأنبوبة أثناء خلط المحاليل معا. عدم استخدام اللهب، ما هو اللهب ده المفروض إن الحلقة بتزال بالرج والإيه؟ والتسخين. يبقى حضرتك دلوقتي بيقول لي عدم استخدام اللهب، عدم رج محتويات الأنبوبة أثناء خلط محاليل التفاعل معا. لا، هو ده كان هيكون الانبوبه، لان احنا كنا بنقول لازم الانبوبه تبقى في وضع ايه؟ راسي، وما تسخنش لانها بتزال بالرج والايه؟ والتسخين. يبقى الاختيار بتاعنا اللي هو استخدام ايه؟ 5 مول من محلول كبريتات الايه؟ الحديد 2، لانه اقل من اللازم لتكوين الايه؟ الحلقه. ما لو ازيد يبقى الحلقه اتكونته خلاص، والزياده ما تفاعلش، اما هنا الناتج ايه؟ اقل.